ريان. وقف ريان، لا تركني. أنا بترجاك أقفل الأبواب. افتح الباب، افتح الباب، بدي انزل. وقف، وقف السيارة، نزلوني. بكفي، اهدي، ما فيك تروحي على أي مكان، فهمية بقى. اتركني. ألف الحمد لله على سلامتكم يا ميران. الحمد لله يلي لقيتكم قبل ما يلاقوكم. الكل عم يدوروا عليكم. أزاد بيعتقد أنكم متوا، بس إذا عائلة شاد أوغلو لقوكم وقتها رح يقتلوكم. فرات، لازمنا مكان، بيت ما حدا بيعرفه ولا بيقدروا يلاقونا فيه. لا تاكل هم، أخذكم لهنيك. صحتين وعافية. بكفي، أنا رح أسأله شو صار ووينه ميران. عادي مكانك. ليش لا أقعد؟ أمي إجت وطلعت لفوق وما قالت شي. بدي أعرف وينه جوزي، من مبارح ما بعرف أي شي عن ميران. إليف، وين كنتي؟ أمتى طلعتي؟ إليف، شو صاير معك؟ حلو كتير، ما حدا بهالبيت عم يرد علي. شو صاير مع إليف كمان؟ شو دخلك؟ لا تهتمي، خليهم يأكلوا بعض. شو يعني إنكم انتقمتوا لشرفكم ستي؟ أنا شفتك وسمعتك شو قلتي لهداك الرجال. قلتي له عائلة أصلاً لطخت شرفكن. شو عملتي ستي؟ من حقي تحكي لي شو هي الحقيقة. شو يعني ما رح تحكي؟ ولا رح تطلعي بوشي ستي؟ من اليوم ورايح ممنوع تطلعي برات هالقصر بدون علمي. من حقي أعرف شو يلي عم يصير. انتي عم تتجاوزي حدودك على غرفتك. إليف، عائلة الإنسان أهم من أي شي تاني بهالحياة. اوعك تنسي هالشي بحياتك.